أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الحلف من أجل الإكرام هل فيه كفارة أم ليس فيه كفارة؟ نعم، إذا حالفت على أحد أنه يفعل شيء أو لا يفعله وخالف يمينك وجبت عليك الكفارة، لأنك قد حنفت فيها. نعم، سواء تريد الإكرام أو لا تريد الإكرام، إذا خالف اليمين وجبت عليك الكفارة.